كابتن وائل الأباني على الملف ده وبالتحديد على الخطاب اللي احنا انفردنا بيه من شوية. كابتن وائل ورأيك ايه؟ بص يا امير، حاجه تحزن بصراحه. اه يعني بما ان الواحد بينتمي للكيان، ف مش عارف ترد تقول ايه. ايه الهدف اصلا من ان انت تصدر حاجه عكس اللي بيحصل؟ نفسي اعرف ايه الهدف. مش عارف بصراحة. يعني انا مش عارف. يعني نادي الزمالك بيصدر حاجه للجمهور عشان يخلع هو، يعني يقول لك مثلا لا احنا ما بعتناش الجواب، وفي الاخر يطلع ان هم بعتوا الجواب. ده الزمالك في بيان رسمي قال كده. ما انا بقول لك، فاحنا عندنا مشكله. ايه الهدف؟ الناس اللي بتداري على الحقيقه، ايه برضو الهدف؟ لازم تعرف حاجه، لما بيبقى عندك مشاكل لازم تعالجها، تمام. ولازم تعالجها بوضوح. مش لازم تصدر للجمهور ان انت المظلوم في المنظومه، ان اي حاجه بتحصل لنادي الزمالك لا مش احنا السبب، ده اي حد تاني السبب، لكن احنا بنخرج بره، ما بنشتغلش. هرجع اقول لك تاني، ما بنشتغلش لصالح نادي الزمالك، ودي كارثه. الناس في النادي الزمالك مش بيشتغلوا لصالح النادي، طبعا هما بيشتغلوا لصالح مين؟ طبعا، ما بيصالح مصالح شخصيه بقى، ما هي لازم تبقى كده. ما هو لو لصالح النادي لازم تعرف حاجه، ايه الحل عشان النادي يقوم وتعمله. انت كل شويه تصدر للمشهد وللناس ان انت مظلوم. طيب هل انت بتشتغل؟ لا ما بتشتغلش. تمام. طب هل انت بتشتكي قانونيا وبتعمل للنادي، ولا انت بتشتكي بس؟ انت بتشتكي بس. تمام. طب النهارده لما تيجي تاخد بطوله، البطوله دي عشان فلان، اخفقت بطوله، لا ده فلان السبب. انا مش فاهم. يعني ده بيبقى في يومين ورا بعض مثلا. يعني انت مثلا بالضبط. تخسر مباراه في كره القدم، تمام، شفتوا يا زملكاويه يا جمهور ان بص السبب كذا، تاني يوم ما حصلش جديد، كسبت بطوله، شفتوا بقى لما رجعنا وبتاع. طب ما هو ده ده مش منطقي بالنسبة لك. لا، يعني عايز اقول للناس يا جماعه، انتوا بتتكلموا ناس عاقله، مش ناس مش ناس مش فاهمه. يعني ما انا بقول لك، هرجع اقول لك تاني، الواحد بيتكلم الكلام ده وهو كيانه زعلان، بس دي الحقيقه، لان انا عايز النادي والكيان يبقى في حته تانيه. ارجع اقول تمام. لك تاني، لو احنا ما واجهناش المشاكل بتاعتنا هنفضل كده طول العمر. يعني فاهمني؟ يعني ان احنا في مشاكل على طول، وان احنا يبقى في اخفاقات وما فيش اي حاجه، وبعدين يجي يقول لك بعد مثلا فتره طويله انت خدت بطوله اتنين تلاته. ما احسب بس الفترات اللي انت بتاخد فيها البطولات. انت عشان تعمل نجاحات لازم تاخد بطولات متتاليه. ايوه، يبقى في يعني استمرارية. طبعا تاخد اربع. عايز اقول حاجه، ما قطعتكش يا ابني، انا اسف. يا ابني مش هتروح معايا. انا امي بتحب، والدتي بتحبك والله العظيم، بتقعد والله تسخن. والله بتكلمه. ها جدا بتقول له ايه؟ بتقعد تسخنه لا لا والله. بدي كل كمان عسل والله. ما شاء الله. ربنا وائل معاك. ربنا يوزعها يا رب. ربنا يخليك حبيبي. انا اسف يا كابتن. انا في نقطه بس اللي عايز اتكلم فيها سريعا، وهخليك كابتن مالك يتكلم، ان دايما بيطلع يتكلم انا اللي جبت البطولات. طب اللعيبه ما انا قلت انا استنى بس، ما انا عشان اخليك تكمل. اللعيبه اللي تعبت وجابت بطولات، هل يعني هل دايما رئيس النادي هو انا اللي جبت 14 طب بطوله ما انا و20 اجيبها لك بطوله؟ بطريقه الجمهور اللي تانية. اذر اللعيبه لا دي. لا، ما انا اجيبها لك بطريقه اتفضل يا كابتن تانية. وائل. رجعت لك تاني. انت اللي جبت البطولات، يبقى انت اللي اخفقت البطولات. مظبوط، بس صح. عادي، هي 1+1=2. طيب خليني اقول لك. خلينا عايز تكمل حاجه؟ يعني اتفضل. خلينا نتكلم على قصه الزمالك، لانها هرجع اقول لك دي قصه كبيره جدا. نادي الزمالك هو في مشاكل، لكن هو مش عايز يحلها من جوه. هو لو عايز يحلها من جوه، انا لو شغال في نادي الزمالك، لو خروجي من نادي الزمالك هيصلح نادي الزمالك هسيبه هتمشي. طبعا. هي حاجه شرفيه ولا حاجه ماديه؟ أين كان؟ شرفيه. لا، بس في ناس بتتقاضى. لا انا بتكلم على مجلس اداره. كمجلس إدارة، مش كموظفين في النادي مثلا. مجلس اداره شرفي ولا بفلوس؟ شرفي طيب تطوعي. حلو، يعني انا داخل اخدم النادي، مظبوط. حسيت ان انا المشكله في النادي، اعمل ايه؟ امشي عادي، يجي اللي يصلح النادي. تمام. طيب يقول لك طب انا بقول كده ليه؟ مش في مثلا عداوه؟ انت النهارده الارصده اللي محجوز عليها عند ولا مش عند؟ عند عد عند، صح؟ طبعا. طيب انا لو حاسس ان الكيان ده هيروح في داهيه بسبب العند، هقعد انا وابراهيم عاند
وهو يعاند وانا عاند وهو يعاند والنادي يقع؟ المفروض لا. ما انا ده بس مش ده اللي بيحصل. مش شغل. طب ما انا بقول لك اهو. يعني انا بوضح للناس اهو. يعني لما الواحد كان بيلعب حتى وكان ممكن يبقى في وقت الواحد مش في مستواه عادي. عادي بتحصل. كنت انا اقول للناس عندي في النادي لو انا السبب امشي بس النادي والله يقعد. قلت كده للمسؤولين بجد والله. مش عيب. قلتها لمين؟ قلتها للجهاز للاداره ما عنديش اي مشكله. قلت يا جماعه لو انا السبب في أمشي. الخساره امشي بس نادي الزمالك يكسب. عادي. ما احنا لازم تعرف حاجه ان انت في كيان عايز الكيان يبقى احسن حاجه في الدنيا. اكيد. تمام؟ فانت النهارده القصه بتاعت المشاكل الماديه اللي في النادي والحجز على الارصده عند. طيب ده زملكاوي وده زملكاوي. حلو. طب نتفاهم؟ لا. انا بعاند وانت بتعاند. طب فين حبك للنادي سواء انت او هو؟ مش هقول لك اسامي. سواء انت او هو. مفيش حد حاول يتنازل. انا اقول لابراهيم انت تنازل يقول لي لا خلاص وانا كمان مش هتنازل. ابراهيم يقول لي انت هتتنازل اقول له لا انا مش هتنازل. طب في الاخر مين المتضرر؟ النادي. نادي وجمهور. طبعا. انت فاهمني؟ يبقى النهارده الحل عند مين؟ مش عند الناس يا بيه. عندك انت الاول. لان كل مشاكلك مشاكل مثلا ماديه. تمام؟ طيب انت بتصدر ان الخصم او ايا كان هو السبب وهو اللي بيزرع المشاكل عندك. تمام. اديله فرصه؟ لا اصلح من نفسي. صح. واركز مع نفسي. طبعا. اركز مع نفسي. ما اديش فرصه لابراهيم ان هو يخرب جوايا. حلو؟ مظبوط. انا اشتغل عكس ما ابراهيم يبعت لي مشاكل وانا اعمل ايه؟ اظبط نفسي من جوه، لا لا المشاكل دي مش هتاثر عليا، انا هشتغل. طيب عندك حاجه قانونيه ومظلوم فعلا؟ ماشي اشتغل قانوني بالهدوء وانت بتشتغل جوه النادي. طيب انت ما بتعملش كده. ده ما بيحصلش. انت بتصدر 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 عشان لما يبقى في اخفاقات تقول للجمهور ده بص يا شعب انا ماليش ذنب. سياسه الصوت العالي. انت فاهمني؟ لكن لما نكسب احنا كسبنا بصوا يا شعب. ايه 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 الموضوع ده يعني؟ نادي الزمالك مش ملك لحد. لا مش ملك لحد طبعا. ملك يعني الجمهور. لا لا طبعا ملك الجمهور طبعا. انا قلت لك اهو حاجه شرفيه انا داخل اخدم النادي يا جماعه. خلينا نخدم النادي. خلي بالك الانشطه داخل في نادي الزمالك واقفه، التدريبات واقفه، الناشئين تدريباتهم واقفه، حمامات السباحه فارغه من المياه. ما هو لك على حاجه. تمام. الاضاءه بتقفل الساعه 8 يا نجم. ما هو ده بيصدر. كافيتريات قافله. بص ما هو ده بيصدر. بص ما هو اللي بيطلع ايه يا جماعه؟ العمال ما قبضتش بقى لهم شهرين. لكش حق. ما انت السبب يا حبيبي. ما انت في ايدك تقبض العمال دي. انت فاهمني؟ ما هرجع اقول لك تاني العمال دي ما بتقبضش. طب انا هسالك سؤال مباشر. ما انا بس اكمل دي. اتفضل. العمال دي ما بتقبضش. انا السبب مش مستفاد حاجه ما باخدش من وراها فلوس. امشي. بس يا عم انا هطلع خلي الناس دي تقبض ما هم صعبانين عليا. طيب هم لو صعبانين عليك لازم تشوف حل. طيب ممكن اسالك سؤال بحكم انك زملكاوي؟ انت هتوديني في ده؟ لا هو انت كل ده لسه ما رحتش؟ كل ده ما رحتش؟ لا حلو. هو بيتكلم. والله اقول لك على حاجه. والله انا بحب قوي صراحته. انا بس عايز اقول حاجه لجمهور الزمالك. والله كابتن وائل بيقول كلام يعني بجد محد محب لنادي الزمالك. والله اللي بيحب نادي الزمالك هتسمعوا الكلام اللي هو بيتقال ده. فعلا بيحب نادي الزمالك من قلبه. اللي بيحب نادي الزمالك بس لكيان نادي الزمالك. مش عايز حاجه من النادي. مش لشخص. مش عايز حاجه من النادي. الناس اللي بتطلع والحمد لله ما رحتش طلبت حاجه. وما طلبتش حاجه. كابتن وائل انت نجم. لا سيبك من نجم وبتاع. انا مش عايز حاجه وما طلبتش حاجه. لازم تعرف كده. يعني ما طلبتش واترفض مثلا. ما ساعدتش يعني حاجه. انا ما طلبتش. طبعًا. وعايز اقول لك ان انا من بدايه الموسم ده تستحق على فكره. من بدايه الموسم كابتن وائل على فكره ده حقك. انا اقول لك بس من بدايه الموسم اللي بدا حطوني في لجنه الكوره اللي هي في القطاع. تمام. وانا يعني رحت مره واعتذرت. واحترمتهم حقيقه يعني. قلت انا بحترم رايكم. تمام. انا حسيت ان الدنيا مش ماشيه معايا فمشيت عشان بس الناس تبقى فاهمه. تبقى الامور واضحه. انا بحب النادي للنادي. ماشي. عايز النادي يبقى احسن حاجه في الدنيا. مفهوم. طيب.